عايزك تمسك فرع اسكندريه لحد ما نشوف له حد. عندك مانع؟ طب وهنا يا سعادة البيه؟ هنا انا موجود. انت تسافر بكره اسكندريه ويكون شاكر بيه سلم كل الاوراق اللي عنده، وتبتدي انت تعمل ترتيبات الشغل بعد اللخبطه اللي حصلت دي. باذن الله يا فندم. واحد عايز يقابل سيادتك. واحد مين؟ مش عايز يقول على اسمه، بيقول موضوع خصوصي. مفيش خصوصي ومفيش عمومي. خلي مروان يقابله او اي حد تاني. حاضر. انا عايز اشوفك انت. اتفضل بره يا استاذ. انت ليه مش عايز تقابلني؟ مش انت اللي كنت مع يسرية في الكازينو؟ انت مش وصول يا استاذ. خلاص يا عوض خلاص. سيبه انت واطلع. انت مين وعايز ايه؟ انا هاشم وانت ممدوح النجار. اسمك اهو مكتوب على المكتب. وعايز ايه بالظبط؟ اللي انا عايزه عرفته. استنى يا هاشم، تعالى انا عايز اتكلم معاك. كلام ايه اللي عايز تقوله؟ اوعى كده. انا ليا تصرف تاني. اي حاجة هتعملها مش هتوصل لنتيجة. التفاهم احسن. نتفاهم على ايه؟ لحد كده وكفاية بقى. اي اجراءات هتتخذها مش هتطول ولا مليم، مش هتوصل لنتيجة. وانا شخصيا ما عنديش مانع اني اوصل معاك لحد 30,000 جنيه وتنسى الموضوع ده خالص. 30,000 جنيه وتديهم لي بمناسبة ايه؟ انا مش فاهم قصدك. هي مش يسرية قالت لك؟ مفيش داعي بقى نلف على بعض. طب سيبنا اقلبها في دماغي وحرد عليك. لما جالي البواب يقول لي في واحدة عايزك تحت ما اتصورتش ان انت. اصل احنا ميعادنا بكره. اول ما هاشم خرج من عندي قلت اجي تشوف لي حل. انت اتجننت يا ممدوح؟ تقول له ادفع لك 30,000 جنيه؟ ما انت كده اعترفت بالتهمه. ما هو عارف يا اسرية، انت مش قايله لي انه طالب 100,000 جنيه؟ انا غيرك يا ممدوح. انا ليا طريقه مع هاشم. بس انا بستغرب ايه اللي خلاه يجي لك؟ حكاية الفيش اللي احنا غيرناها دي ما كانش ليها لزوم. تلاقيه كشفها وحس ان احنا عايزين نغدر بيه. يكشفها ازاي؟ مش ممكن. انا مش مصدقه الكلام ده كله. هاشم عارف ازاي؟ ما هو عارف من الاول يا يسرية. هو مش شافنا مع بعض في الكازينو وقال لك انه بيراقبنا من يوم ما طلع من السجن. ايوه، بس ازاي يتصرف كده؟ ده لو كلامك مظبوط تبقى مشكله. طب والحل؟ انا خايف لا يكون راح يبلغ. ده كان بيتكلم بطريقه مش طبيعيه، كانه بيستعبط بيستهبل. انت اللي طلعت عبيط، بس معايا عامل ناصح ومدقدق قوي. عبيط في ايه يا اسريه؟ انا قلت اخده بالسياسه بالتروي بدل ما يتهور ويعمل حاجه ما تصلحش. على كل حال هو قال لي انا هفكر وارد عليك. هاشم ده انت مالكش دعوه بيه خالص. لو جالك ما تتكلمش معاه في اي حاجه، فاهم؟ ولا كانك تعرفه. ايوه بس انا خايف ليكون. اسمع كلامي، انت هتغرقنا بالشكل ده. خلاص يا سري، انا هروح له واتكلم معاه واشوف الحكايه دي اصلها ايه. انا قلقان قوي يا سري، واذا كان على الفلوس زي بعضه بس يطلب حاجه معقوله. لما نتقابل بكره هقولك ايه اللي نعمله. بلاش حكايه نتقابل دي اليومين دول. اذا كان في حاجه نتكلم في التليفون. التليفون ما ينفعش، احنا لازم نتقابل في ميعادنا. اوعى ما تجيش يا ممدوح. الابوكاتو ياما قال لك سرقوا الخزنه مع بعض ما رضيتش تصدقوا. يسرية هي اللي تعمل كده؟ وعفاف قالت لك كمان، زعلت منها وفكيت الخطوبه. فعلا كلامها صح، انا اللي كنت مغفل. صح، انا لما قابلت ممدوح
قال لي اديك 30,000 جنيه وما تعملش حاجة. حاجة ايه اللي هو خايف منها؟ انا كنت عارفة وحاسة من يوم ما دخلت الاستبالية بعد الحادثة. هي وهو سرقوا الفلوس. المستور انكشف خلاص. ولا انت لسه بتحبها وقلبك مش مطاوعك؟ احبها؟ احبها بعد اللي عملته؟ دول 5 سنين سجن ظلم شفت فيهم اللي ما حدش شافه. وكنت هتتجوزها؟ ضحكت عليا في الاول وفي الاخر. ده انا لما شفتها معاه في الكازينو قالت لي ده صاحب الشركه اللي انا بشتغل فيها وجايب لي ورق ومش ورق وحكايه طويله عريضه كلها كذب في كذب. وانت تصدقها؟ المجرمه المجرمه مش بعيد ابدا تكون هي اللي خدت المفاتيح وانا عيان وسرقت الفلوس ورجعت المفاتيح تاني. ما هي كانت داخله طالعه وانا مطمن لها. انت تقطع عرق وتسيح دم وتروح دلوقتي للاستاذ رضا وعطول عن النيابه. الليله لازم يباتوا في السجن. هي وهو لازم يدخلوا السجن. حكاية مش بالسهولة دي يا هاشم. احنا نقدم بلاغ للنيابة وانا امضي لك عليه. البلاغ مش هيجيب نتيجة، مش هيتحقق فيه خالص، هيتحفظ. ما انا هقول لهم اللي حصل من ممدوح. شوف يا هاشم، القضية دي خدت حكم نهائي وتنفذ الحكم والقانون بيمنع اعادة التحقيق فيها. وحاج يروح؟ علشان يتحقق في القضية دي دلوقتي لازم من وجود أدلة جديدة ما كانتش موجودة أثناء نظر الدعوة. وكلامي ده مش جديد؟ مش دليل. الدليل يعني حاجة مادية. البصمة اللي جوه الخزنة هتطلع بتاعت ممدوح. ما هو المشكلة إن محدش يقدر يجيب ممدوح عشان ياخد بصماته. ضابط المباحث اللي كل يوم والتاني عندي ويقول لي هات الفلوس اللي سرقتهم. ما هو كمان ضابط المباحث ما يقدرش ياخد اجراء في قضيه اتحكم فيها. بلاش الضابط دلوقتي، احنا نشوف الملف اللي جواه الفيش بتاع ممدوح. نخلي عفاف تجيبه ونبعته على النيابه. شوف يا هاشم، هو في موضوع كده انا ما رضيتش اقوله لك من الاول. احنا جبنا البصمه اللي موجوده في الملف بتاع ممدوح وطبقناها على البصمة اللي كانت موجودة جوه الخزنة، بس للأسف ما طلعتش هي. ايه؟ ازاي الكلام ده؟ في حاجة اتعملت في الموضوع ده. ايه هي بالظبط انا معرفش، بس اللي دبروا جريمة بالشكل ده يقدروا يرتبوا حكاية البصمة دي. يرتبوها ازاي يعني؟ يكونوش اتفقوا مع الخبير بتاع البصمات؟ او ممكن يكون كان واحد تالت معاهم سرق الخزنه وساب بصمته جواها. يبقى احنا نبلغ البوليس والنيابه وهم اللي يدوروا عليه. ازاي بس؟ احنا لازم نقول لهم على اي خيط يمشي وراه. اي بلاغ مننا دلوقتي ممكن يكشف ورقنا ومن غير نتيجه. والخيط ده هنجيبه ازاي يعني؟ منهم. نعرف اللي بينهم. انا عايزك تصدقهم وتسيرهم وتقرب لهم. وبعدين ما تنساش دلوقتي ممدوح راح قال لي يسري على اللي حصل بينك وبينه، ودلوقتي بيدبروا لك خطه هما الاثنين عشان يخدعوك. يخدعوني؟ كان زمان. ايوه، انا عايزك بقى تفضل زي زمان طيب وعلى نياتك عشان يصدقوك ويتصرفوا براحتهم. ويا ريتك تاخد ميعاد منهم هما الاثنين عشان نشوف ايه الكلام اللي بينهم. مش هيتكلموا قدامي. هما هيتكلموا قبل انت ما تيجي وبعدين انت ما تمشي. وانا هسمع كلامهم ازاي وانا مش موجود؟ هلبس طاقية لخفة؟ لو المكان مناسب ممكن نسجل لهم الكلام اللي هيقولوه. والتسجيل ده هيبقى دليل عليهم؟ من ناحية القانون ملوش قيمة، لكن بالنسبة لنا احنا هيحدد لنا نمشي ازاي ونعمل ايه.
عملتوا يا هاشم؟ بلغتوا النيابة؟ طولي بالك يا أمي. ده أنت من ساعة ما خرجت وأنا قاعدة مستنظرة النيابة تيجي تقبض عليها، وكل ما أسمع خطاوي أفتح الباب علشان أتفرج عليها. الحكاية عايزة تدبير عشان ما تفلتش. يسرية مش سهلة. اوعى تكون غيرت اللي في بالك ورجعت في كلامك. الله يرحم جدك العمدة كان لما يقول كلمة طب هي الكلمة. أرجع إزاي يا أمي؟ دول 5 سنين واليوم فيهم بسنة. طب وإيه اللي مسكتك عليه؟ أنا والأستاذ رضا متفقين مش عايزين العيار اللي يدوش، عايزين العيار اللي يصيب. ما أنا خايفة لا تاكل عقلك. دي جت سألت عليك مرتين وكل مرة تقول لي وهاشم حييجي الساعة كام؟ أنا عايزة في حاجة مهمة. هي ما فيش غيرها. بقول لك إيه يا هاشم، إذا أنت سبتها أنا بقى المرة دي مش هسيبها. أنا في عرضك يا أمي، اطلعي برا الموضوع ده خالص وسيبيني أنا أتصرف. أوعى. هاشم ليه خالتي مفيدة؟ هاشم مش عايز يقابل حد ولا يشوف حد. استني يا أمي. عايزة إيه يا سري؟ أنا بسأل عليك. أصلي بقالي يومين ما شفتكش. تزعلان مني في حاجة؟ ميه. أنت جاية كان في تيب كلمتين؟ خلاص. هاشم ما بقاش زي الأول. ادخلي جوه انت دلوقتي يا امي. لا اسمع الكلام. خير يا سري؟ اصلي في موضوع كده كنت عايزه اقول لك عليه. فاكر ممدوح اللي كان بيشتغل زمان في شركه زهران، أخو صاحبتي اللي مرة وصيتك عليه؟ مش هو ده اللي كنت قاعدة معاه في الكازينو وقلتي لي إنه صاحب الشركة اللي كنت بتشتغلي فيها وجايب لك ورق ومش ورق؟ أنا مرضيتش أقول لك الحقيقة أحسن تقع معاه، إنما دلوقتي لازم أقول لك. ممدوح عاوز يخطبني. قلت له كتير قوي يبعد عني ومفيش فايده. وايه اللي يخليكي ترفضي واحد زي ده؟ ده عنده فلوس واملاك ومش ثوابك زيه. ردي عليا يا سريه، ايه اللي يخليكي ترفضي واحد زي ده؟ لسه مش عارف يا هاشم، هتفضل لحد امتى ظالمني؟ أنا بتحبيني يا أسرية؟ وده اللي خلاني أقول لممدوح يبعد عني. يوم ما شفتني في الكازينو قابلته مخصوص علشان أقول له مالكش دعوة بيا، أنا مرتبطة بواحد تاني. طب وبعدين؟ تصور قال لي إيه؟ قال لي أنا متمسك بيكي، وإذا كان على هاشم أنا مستعدة أرضيه. هدفع له لغاية 30,000 جنيه علشان يسيبك. مش مصدقني؟ أنا عارفة إنك مش مصدقني. مصدقك؟ ما أنا رحت له وقال لي الكلام ده بعظمة لسانه. أنت رحت له؟ عشان تعرف إن أنا مش بضحك عليك. أيوه بس هو ما قاليش إنه عايزك. أمال يعني بعقلك أنت هيديك الفلوس ليه؟ أنا جه في بالي حاجة تانية. حاجة إيه؟ إن ما كنتش مصدقني روح اسأله. أنا هروح أقابله، بس عايزك تكوني موجودة عشان يبقى الكلام قدامك. شوف الميعاد اللي يناسبك ونروح للشركة. لا أنا مش هروح للشركة، نتقابل برا في أي حتة. حدد المكان اللي يعجبك. بس قولي يا هاشم
لو ممدوح عرض عليك فلوس علشان تسيبني هتوافق تتخلى عني؟ انا ما بعكيش ولو بكنوز الدنيا كلها. انا هروح اقابله واقول له ما تهمنيش فلوسك، انا ويسرية هنتجوز اليومين دول، بس نفسي تكوني موجودة عشان يبقى الكلام كله قدامك. انت هتخسر حاجة لما تقابله. انا عايزك تقول له نفس الكلام عشان يصدقني. الحكاية كلها نص ساعة نريحه ونرتاح منه. انا مش هرتاح غير اما اقول له يبعد عنك وانت تبقي موجودة وتوافقي على كلامي، عشان بعد كده لو جه ناحيتك هقطعه حتت. ايه انت بتضحك علي ولا على روحك؟ بكرة كروتك تاني، حاكم اللي فيه ده ما يبطلوش ابدا. لك يكون في حسابك، انت مش هتتجوزها اما يكون على رقبتي. اول ما تحدد لك الميعاد تسبقهم على الكازينو، تحط المسجل ده في الفازة اللي موجودة على الترابيزة، وبعدين تقعد تتكلم معاهم شوية وتسيبهم وتمشي. هيتكلموا بعد كده هم براحتهم. بالطريقة دي هنكشف كل حاجة. اهلا يا سرية. ازيك يا هاشم؟ الله يسلمك، اتفضلي. الميعاد النهارده الساعة 7. عايزاك بقى تبقى هادي قوي، اوعى تتخانق معاه. لا ده انا هفهمه ان احنا هنتجوز وما تهمنيش فلوسه، عشان لو جه ناحيتك ما لقيتش غير دي اللي تتجوزها يا خسارة تربيتي فيك يا هاشم. طولي بالك يا امي. اطول بالي لحد ميتة؟ لحد ما تتجوزها بصحيح. انا عملتلك ايه علشان تكرهيني بالشكل ده؟ ليه عايزه تفرقي بينا؟ هاشم بيحبني وانا بحبه. ولما انت بتحبيه ليه سرقتي مفاتيح الخزنه واديتيها للراجل التاني يسرق الفلوس؟ سمع مامتك بتقول ايه يا هاشم؟ لا ده الكلام ده كان بيقوله المحامي وطلع غلط. غلط كيف؟ ده انت لسه جايين لي من يومين بعظمه لسانك ان كلامه طلع صح بعد ما شريكها حب يديك فلوس عشان تسكت. انا يا امي قلت كده؟ ايوه قلت كده. امال يعني هتبلى عليك ولا قدامها شكل من وراها شكل كده برضه يا هاشم؟ يلا اتطرقي. كفايه اللي عملتيه قبل كده، عايزه تخربي ايه تاني؟ اتطرقي. حرام عليكي، حرام عليكي، ليه عملت كده؟ ده كانوا خلاص هيقعوا في المصيدة. ده انت اللي كنت هتقع في المصيدة وانا اللي شديتك منهم. قعدت اقول لك طولي بالك طولي بالك واغمزلك، ضيعت الفرصة اللي مش هتيجي تاني، ضيعت الفرصة اللي مش هتيجي تاني. مرسي ايوه ممدوح بيه. دولني الدواء واديني كوبايه ميه. حاضر. انت هتخرج وانت تعبان بالشكل ده؟ عندي ميعاد مهم هروح وبعدين ابقى اطلع الدكتور. طب ما تستريح هنا
ونجيب لك الدكتور في البيت يا ممدوح بيه. بقول لك عندي ميعاد مهم، مش عايز خاوت الدماغ بقى. ممدوح بيه، في المستشفى. مستشفى؟ مستشفى ليه؟ كان بيلبس هدومه خارج وشويه لقيته واقع على الارض، طلبت له الاسعاف نقلته على المستشفى. انا لسه راجع من هناك علشان اجيب له هدومه واكلم الست ناهد في اسكندريه تيجي تشوفه. مستشفى ايه؟ اللي في اخر الشارع ده. علاقة بيه دلوقتي، بس افتكر انه متجوز. مع السلامة. قال عنده ازمة في القلب. امتى الكلام ده؟ النهاردة الظهر نقلوه على المستشفى. ربنا يشفيه. ما يستاهلش تدعيله بعد ما استدعاك وخلاهم حققوا معاك في النيابة. ده موضوع تاني. دلوقتي جوزك عيان وبيستنجد بيك، مالكيش دعوة بيه. جوزي فهمكم مدعيين وفرحكم منسيين. ده انا من يوم ما سبت البيت ما اتصلش بيا غير مره واحده. المفروض انك مراته لحد النهارده. بس انا مش هعيش معاه. انا متفقه مع حضرتك اذا كانش يطلقني هرفع دعوه واثبت فيها حكايه البنت اللي بتطرده دي. الكلام ده ملوش مناسبه دلوقتي. احنا نعمل الاصول وبعد كده بتصرفي زي ما انت عايزه. يلا يا نهد، رتبي نفسك من بكره الصبح تنزلي مصر تشوفيه. انا لا هروح له ولا هسال عليه. هو انا ايه اللي بيني وبينه؟ سمر، هو يعني كان سال عليها؟ ده واحد بين الحياه والموت، لازم نعمل اللي علينا وننسى كل حاجه. يا بابا طيبتك من الاول دي هي اللي طمعته فينا. يا بنتي انا لو صحتي مساعداني كنت نزلت معاكي. ما يستاهلش. معلش عشان خاطر حتى انزلي وشوفيه وارجع اخر النهار، وانا هستناك هنا مع سمر. انزل بس واروح على فين؟ وانا عارفه حتى هو في مستشفى ايه. كلمي الاستاذ مرسي يستناك في البيت، وهناك هتعرفي كل حاجه. مالك يا يسري؟ في حاجه مضايقاكي؟ ايه ما بترديش ليه؟ ممدوح يا عفاف، ممدوح تعبان قوي، انا خايفه يجرى له حاجه. نقلوه المستشفى، مش عارفة هعمل ايه دلوقتي. يا سلام، قد كده خايف عليه؟ ده انتي ماما لما دخلت المستشفى ما كنتيش عاملة كده. شوف وشك في المراية بقى عامل ازاي. خايف احسن يموت. لو مات ده هطوله بعد كده ازاي؟ كل ما احط ايدي عليه يهرب. لو هرب المرة دي مش هعرف اجيبه تاني. ده اللي مزعلك قوي. ده عرض عليا ألوف وانا رفضتهم عشان يمشي الخطة اللي في دماغي. لو مات دلوقتي ابقى خسرت كل حاجه وما طلتش منه حاجه. انت عايزه تفهمين انك بتكرهيه؟ ده كان خلاص، كان خلاص دخل المصيده وابتدى ياكل الطعم وبعدين تجي له ازمه قلبيه. ربنا يشفي. ايوه يا عفاف، ادعي له ادعي له يخف. انا بدعي لك انت. وبعدين مراته عرفت انه عيان وهتجي له من اسكندريه. اول ما يشوف مراته وبنته يتصالحوا ويسرية دي خلاص. نفسي تسألي روحك انت عايزة ايه عشان تعرفي طريقك بدل ما انت ماشية تخبطي. انزل اروح له دلوقتي.
ولا استنى للصبح؟ تنزلي تروحي فين؟ استني كلها ساعتين والنهار يطلع. سلامتك يا ممدوح. سلامتك ألف سلامة. ليه بس كده؟ يا ما قلت لك تاخد بالك من صحتك ما سمعتش كلامي. اشتري أنا كنت جايلك في معادنا، بس قبل ما انزل جاتني الأزمة. قولي عملت ايه مع هاشم؟ معاد ايه وهاشم ايه؟ المهم تقوم بالسلامة. متشكر قوي، بس ما كانش في داعي انك تتعبي نفسك وتيجي لحد هنا. مفيش حاجة أهم منك. معلش يا سري، أنا عايزك تروحي دلوقتي، ولما أخرج من المستشفى هتصل بيكي. أروح وأسيبك بالشكل ده مش ممكن. عشان خاطري ما تزعلنيش منك، روحي انت دلوقتي وما تجيش المستشفى هنا تاني. خلاص ما بقيتش عاوز تشوفني يا سري؟ انا بعمل كل ده عشان خايف لهاشم يكون ماشي وراكي ويعرف ان في حاجه بيننا. لو هاشم جالك في اي وقت اعمل انك ما تعرفش حاجه خالص، اوعى يوقعك زي المره اللي فاتت. طيب طيب، روحي انت دلوقتي عشان ما تعطليش روحك. ما عطلش روحي ولا خايف مراتك تيجي تلاقيني هنا؟ ناهد، لا ناهد انا شلتها من دماغي خالص. انا بعمل كل ده عشان خاطر سمر. عاوز ترجع لمراتك وبنتك وتسيبني يا ممدوح؟ سري انا مش ممكن هسيبك. اول ما اطلع من المستشفى لازم نلاقي حل. روحي انت دلوقتي. ما تشيلش هم، انا مش عايزه غير راحتك. انا هبعد خالص، وزي ما ضحيت في الاول هضحي للاخر. اسري انا متشكر قوي. دي لازم تبعد خالص، تبعد خالص. آخر مرة تشوفه المرة دي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يسرية اللي في شركة ممدوح بيه. ما أنا عارف حضرتك. هي ناهد هانم لسه ما جاتش. هي اتكلمت في التليفون وقالت هتوصل الساعة 3. انا جاية من عند ممدوح بيه في المستشفى. الدكاترة عاوزين روشتة الدواء اللي كان بياخده. انا معرفش الروشتة دي فين. الروشتة اللي كاتبها له الدكتور رؤوف سعد، بيقول لي فودلاب قط النوم. على كل حال الست ناهد هانم زمانها جاية، وابقى اقول لها تدور عليه. احنا لسه هنستنى لما تيجي. هو بيقول لي الروشتة محطوطة في أوراق في الدولاب، يعني يا الرف التاني يا التالت. هي قط النوم فين؟ فوق. اتفضل. اتفضل يا استهام. هو دولابه فين؟ الدرفة الوسطانية دي يا استهام. مفيش حاجة، الروشتة دي أصلها مهمة قوي، قال لي هلاقيها في الدولاب. بفضلك كوباية مية. حاضر. Thank you.
ممدوح تقريبا اعترف لهاشم، قال له انا هدفع لك 30,000 جنيه. طب يدفعهم له بمناسبه ايه؟ كلام هاشم ده ملوش اي قيمه. انا عندي تقرير خبير البصمات بيقول ان ممدوح ما سرقش الخزنه. الفيش ده اكيد في حاجه حصلت غير طبيعيه، ما احنا كنا خلاص قربنا نعرف اللي حصل والخطه باظت في اخر لحظه. ارجوك شوف الموضوع ده تاني. تاني؟ هو انا ايه؟ ما وريش غير حكايه هاشم دي. انا واثق ان هاشم بريء، وكل يوم الثقه دي بتتاكد. انت بتتكلم بمنطق محامي بيدافع عن متهم. ده كمان مش متهم، ده محكوم عليه ظلم. انا كل اللي طالبه منك انك تساعدني انه ياخد حقه، وبرضه اللي ارتكب الجريمه ياخد جزاؤه. اساعدك اكتر من كده؟ اكتر ما تجيب لي فيش وتشبيه واطبقه لك على البصمه، وجاي دلوقتي تقول لي حاجه غير طبيعيه؟ طب ايه رايك اخلي هاشم يكلم ممدوح في التليفون ويطلب منه الفلوس اللي قال له انا هديها لك، ويحاول يجرجره في الكلام يمكن يغلط بحاجه. انت اللي عليك تسجل المكالمه. يا استاذ رضا، انت عارف ان تسجيل المكالمات التليفونيه باذن من القاضي، مش ممكن القاضي يدي اذن بالتسجيل فقضيه اتحكم فيها. بلاش التليفون، نرتب لهم مقابله في كازينو وانا وانت نسمع الحوار عشان تتاكد من كلامي. طب ازاي هسمع مقابله زي دي؟ ممدوح ده ساذج خالص علشان يتكلم في موضوع زي ده قدام واحد غريب. ده يعني اذا كان هو اللي سرق. نرتب مقابله في بيت ونتواجد انا وانت في نفس المكان من غير ما يحسوا، ايه رايك؟ انا ما شفتش محامي متحمس لقضيه بالشكل ده. ايوه، لانها قضيه تثير التحدي. مجرم ومجرمه نفذوا جريمتهم بمنتهى البراعه، وكل ما نحاصرهم يفلتوا. صدقني يا استاذ رضا، المجرم اللي في منتهى البراعه هو هاشم. انا لو منك اريح دماغي من الحكايه دي، وكفايه على كده. اول خطوه ترتبت كويس والظروف كلها مناسبه. لو مشي زي ما انا عايزه هيلاقي نفسه لوحده خالص. مساء الخير يا شري، عملتي ايه النهارده؟ بعد كده هو اللي هيحتاجني ويدور عليا. ممدوح ازاي؟ رحتي المستشفى؟ ليه يا شري ما بترديش ليه؟ انت خارجه تاني؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ 3:15. يا خبر، أنا لازم أتكلم في التليفون. طلع الشنطة على أوضتي وعملي فنجان قهوة. حاضر يا استاذ. الو يسرية؟ مين يسرية؟ مش 300 4 74 900؟ قولي لها عزة زميلتك في الشغل. ما فيش حد هنا بالاسم ده. مرسي مرسي. ايوه استاذ. في ستات بيجوا هنا. ستات؟ ستات مين يا استاذ؟ واحدة اسمها يسرية دي بتشتغل عند ممدوح بيه في الشركة. كمان بتشتغل عنده في الشركة؟ ده عال قوي. خش هنا يا استهان. انت هتتكلم ولا اعرف شغلي معاك؟ اتكلم اقول ايه بس؟ يسرية قاعدة هنا ولا لا؟ دي ما جاتش غير النهاردة الصبح علشان يعني بتيجي البيت. مال بتقول لي محدش بيجي ليه؟ بتداري عليهم؟
والله العظيم. اسمع، انت تاخد هدومك دلوقتي حالا وترجع على بلدكم. يا ست هاني والله العظيم انت هتمشي ولا اطلب لك البوليس واتهمك انك سرقت سيختي، ويبقى يطلعك سي ممدوح بتاعك اللي بتداري عليه. انا همشي بس لما اطمن على ممدوح بيه ويطلع من المستشفى. عيب عيب يا ست هانم لما اسيبه دلوقتي. عيب؟ هو انت ولا هو بيعرفوا العيب يا ست هانم؟ مش عايز تسمع الكلام؟ طيب انا هوريك. ملوش لزوم يا ست هاني، انا ماشي ورزق على الله. بس انا عايز اقول لك. اخرس خالص، انا مش عايز اسمع صوتك. انت تلم هدومك وترجع على بلدك حالا، واياك اشوفك هنا تاني. حاضر حاضر يا ست هاني. تعال هنا. ممدوح في انهي مستشفى؟ في مستشفى النيل اللي في اخر الشارع هنا. فين سمر؟ سمر دي مش هتشوفها ابدا، وانا جاي اقول لك طلقني. جرينت، هو ايه اللي حصل؟ هو انت فاهم انك هتضحك عليا بالمسكنه بتاعتك دي؟ كل شيء انكشف خلاص. من فضلك، اي توتر دلوقتي خطر عليه. ملكيش دعوه انت، انت مالك انت؟ ما يصحش كده نه. انا تعبان والدكتور بيقول اي اجهاد. ما تموت يا اخي، مستني ايه؟ اللي زيك عايشين يعملوا ايه؟ من فضلك اسمحي بقى تطلعي برا. ان زليتك يا ممدوح، بكره تشوف نهد هتعمل ايه. كنت فاكر ان الزياره دي هتصلح بينكم، رحت خربتيها خالص. ما هي مخروبه من الاول. اكتر ما يجيب واحده بات في اوضتي الاقي قوم صنمها متعلقه على الشماعه بتاعتي. اتاري سكت خالص ولا حتى تليفون. ازاي الولد ده واصل للدرجه دي؟ المكياج بتاعها على الشفونيره في اوضه النوم بتاعتي، واصحابها بيطلبوها في البيت. واحده تكلمني وتقول لي يسرية موجوده. انا مش فاهم ايه اللي بينه وبين البنت دي، ضروري في علاقه غريبه. ومرسي يقول لي محدش بيجي، عايز يداري عليه كلب زيه. ده لولا حكايه العيا بتاعته دي كان عمل ترتيب وخبى كل حاجة قبل ما نوصل. الولد ده كان غلطة من الأول وانت السبب فيها. أنا ولا أنت، الكلام ملوش فايدة. المهم دلوقتي لازم يطلقني، لا يمكن أفضل على ذمته ولا يوم واحد. إحنا لازم نتفاهم معاه بدل ما يعند. يعند؟ يعني إيه؟ طيب أنا هتفق مع عربية نقل وأسافر بكرة على مصر وأجيب حاجتي وعفش كله، حتى هدومه مش هسيبها له. لازم يخرج يلاقي الفيلا على البلاط. بلغي السنترال ان تليفون عطلان. يا ستي بلغيهم تاني، مش هيجرى حاجه. انا متاكد ان في حد، على الاقل السفراجي موجود. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. ها طمني، ازيك النهارده دكتور؟ انا لازم اخرج النهارده. الله، انت زهقت مننا ولا ايه؟ لا انا ورايا حاجات وعايز اطمن عليك. مش تطمن على صحتك الاول يا دكتور؟ انا حاسس ان انا بقيت كويس. شوف يا ممدوح بيه، الكلام اللي هقوله لك ده مش علشان اوهمك، لكن فعلا اي مجهود بالنسبه لك يعتبر انتحار. طب اعمل ايه بس؟ انا ورايا حاجات مهمه لازم اشوفها بنفسي. لما تخرج يبقى اعمل اللي انت عايزه. يمشي على نفس العلاج، وبكره ما تنسيش تعمل له رسم قلب. حاضر يا دكتور. الو، اديني المكتب عندي.
الو، انا ممدوح. اسمع سليمان، انا هديك عنوان واحده قريبتي ساكنه في الحلميه، تبعت اي حد من الشركه يروح لها دلوقتي يقول لها تجيني على المستشفى. اروح له ولا اغلبه شويه؟ ده بعد يقول لي ضروري تيجي. انا ما اعرفش ايه اللي في دماغك عشان اقول لك ايوه ولا لا. انا في الحقيقه عايزه استنى عليه كام يوم كمان. خلاص استنى، حد غصبك؟ بس مش قادره استنى، نفسي اعرف ايه اللي حصل بينه وبين مراته. يكونوا اتصالحوا ولا اتخانقوا؟ لو اتصالحوا ما كانش بعت لي. مش كده يا عفيف؟ انا مش فاضي للكلام بتاعك ده، انا اتاخرت على الشغل. عن اذنك. اقوم اروح له خلاص بقى، تعيان وزياره المريض صادقه. انا كنت خايف لحسن ما تجيش. هو انا اقدر اتاخر عنك؟ انت بس خطيتني عليك. في ايه يا ممدوح؟ ناهد يا بسرية، هي جت من اسكندريه، دخلت من بره تتخانق وتزعق ومشت من غير ما تسمع مني كلمه واحده. لا ملهاش حق. واللي محيرني اكتر ان انا بطلب الفيلا بالتليفون ومفيش حد بيرد، حتى مرسي مش موجود. ممدوح ما تفكرش في اي حاجه غير صحتك، مفيش اغلى من صحتك صدقني. انا مش هستريح الا لما اعرف ايه الحكايه. انا كنت هبعت سليمان يروح يشوف ايه الحكايه، بس انا مش عايز شوشره في الشركه دي، مسائل حساسه، عشان كده انا بعتلك. انت اقرب واحده. انا تحت امرك، اللي انت عايزه كله مستعد اعمله. انا عايزك تروحي الفيلا وتشوفي ايه الحكايه، جايز التليفون عطلان. بس ما اظنش ما عطلان، انه لو كان عطلان كان مرسي جه شافني. اروح دلوقتي على طول ارد عليك. استني، لو حصل يعني وروحتي وقابلتي ناهد اعملي نفسك انك كانك غلطتي في العنوان، اوعي تقولي لها انك يسرية. ما تخافش، بس انا متاكد انك مش هتلاقي حد، عشان كده انا هديكي مفاتيح الفيلا احتياطي. يسرية اوعي تدخلي الفيلا الا لما تبقي متاكده ان مفيش حد موجود. اطمني، مش عايز حاجه اجيبها لك معايا؟ لو رحتي الفيلا وما لقيتيش حد يبقى روحي اوضه النوم بتاعتي، هاتي لي بيجامه والروب بتاعي. دلوقتي بتديني مفاتيح الفيلا بتاعتك يا ممدوح؟ فاكر لما اديت لك مفاتيح الخزنه يوم ما جيت لي شركه المقاولات؟ لزومه ايه الكلام ده دلوقتي؟ انت زعلت؟ انا عايزاك تفتكر قد ايه يسريه وقفت جنبك في الاول، وهتقف جنبك للاخر. لا يمكن حد يمسك بحاجه طول ما انا عايشه. لا ايه اخبار هاشم؟ بقاله مده لا بيتصل بيا ولا انا بتصل بيه. انا خايفه يكون بيرتب حاجه جديده. هاشم ده مش سهل ابدا. وانا حليها منين ولا منين؟ يلا يلا روح انت يا سرير الفيلا، بس خلي بالك قوي، ها انا مش ناقص مشاكل. ما تخافش.
اتاخرتي قوي يا سريه، كنت فين ده كله؟ جبت لك يا سيدي البيجامات اللي انت طالبها والروب ده اهو. لقيتي مين هناك؟ ايه ده؟ ده مش الروب بتاعي، ده روب جديد. اوعى يكون ذوقي ما عجبكش. انا بعتك عشان تجيبي حاجاتي من البيت، ايه اللي حصل؟ الحاجات دي هديه مني، بس على الله بقى تيجي مقاسك. رحت الفيلا؟ هروح بعدين. انت مش عايز هدوم؟ اديني جبتهم لك. يا سريه رحتي الفيلا ولا لا؟ ومين هناك؟ ممدوح انت عيان، ما تفكرش في حاجه غير صحتك. ما تجننيش، انا هنزل اروح اشوف ايه اللي حصل. لا شفت بقى، ارتاح يا ممدوح ارتاح. انا مش هرتاح الا ما اعرف ايه الحكايه. هقول لك ايه بس، الفيلا على البلاط لا فيها حد ولا فيها حاجه. ومرسي فين؟ مش موجود. سالت عليه بواب الفيلا اللي في الوش، قال لي المدام طردته وسافر بلده. ونهت خدت العفش. بواب الفيلا بيقول كده، بس انا برضو مش مصدقه. دي عارفه انك عيان، مش معقول تتصرف بالطريقه دي. هو حصل حاجه بينك وبينها؟ انا جوازي منها كان اكبر غلطه عملتها في حياتي. انا وريتها عز عمرها ما شافته في حياتها، ودلوقتي تعمل فيا كده وهي شايفاني بين الحياه والموت. انت مش هتجيبها البر، اي انفعال خطر عليك. انا خايفه يجرى لك حاجه. هو ده اللي هي قصدها، عايزه تورثني. انا عملت فلوسي بالشقه والتعب، وهي عايزه تيجي تاخد كل حاجه على الجاهز. لا ده بعدها، انا هطلقها، انا لازم اطلقها. طب استنى بس لحد ما تقوم بالسلام. وفريدي ما قمتش بالسلام، بعد كل اللي عملته ده تيجي تورثني؟ انا عايز المأذون يجيلي دلوقتي. استنى بس كام يوم كده تكون شاورت نفسك، حتى عشان خاطر سمر. سمر هي اللي هتورثني، لكنها مش هتشوف مني ولا مليم. انا عايز المأذون يجيلي الليله. فريدي انا جراري حاجه، انا الازمه المره دي كانت شديده عليا قوي. اسمع كلامي بس. اسمعي انت كلامي، ما تتعبينيش اكتر من كده يا سري. انا المأذون ما جاش دلوقتي، انا هنزل دلوقتي واروح له. هجيب لك بس مين دلوقتي مأذون يا ممدوح؟ يا سلام عليك لما تحكم رايك. دلوقتي ممدوح في المستشفى، سهل قوي ان انت تتدرب في اي حته وتسمعه وهو بيعترف على نفسه. دي فرصه مش هتتكرر تاني. يا استاذ رضا اسمع كلامي، هاشم بيمثل عليك وانت بتعوم على عومه. انا دلوقتي يا بيه مش عايز حاجه، انا نفذت الحكم وخلاص، بس مش عادل ابدا يعملوا عملتهم ويعدوا بيها. انت اللي عايز تعدي بالفلوس اللي سرقها يا هاشم، انا فاهمك كويس. يا بيه انا هروح لممدوح المستشفى واكلمه قدامك، وحضرتك تسمع الكلام بنفسك. وانا بقى مش فاضي للتهريج ده. ما هو حرام عليك تسيبني بالشكل ده، بدل ما تخليني ارتكب جناية، بدل ما اقتلهم هما الاثنين. انا مش هسيب حاجة ابدا، انا سكت كتير، لكن كل حاجة وليها اخر. سيبك من الحركات دي يا هاشم، العملية دي مش هتاخد منك نص ساعة، وبعد كده انا واثق ان انت اللي هتدور ورا القضية، لا انا ولا هاشم، بس بسرعة قبل ما تضيع الفرصة. هروح ازاي كده؟ مش في اجراءات لازم تعمل؟ انت مش هتروح بصفة رسمية. طب وايه الفايدة؟ الفايدة ان انت تقتنع ان ممدوح هو اللي سرق الخزنة، وبعد كده نبقى نشوف الاجراءات ايه. انت جبتلي البصمة وقلتلي نفس الكلام وطلعت مش هي. المرة دي الوضع مختلف، المواجهة هتبقى قدامك بين هاشم وممدوح، يعني مفيش اي فرصة للعب. المهم ان احنا نحسم الموقف، يا ايوة يا لا، وبعد كده اوعدك اني مش هفتح الموضوع ده تاني ابدا. صباح الخير يا ممدوح بيه.
صباح النور. أنا رحت لك الشركة قالوا لي إنك عيان في المستشفى، قلت أجي لك هنا عشان نخلص الموضوع. موضوع إيه؟ أنت قلت لي أنا هديك 30,000 جنيه عشان نقفل حكاية الخزنة. أنا عايز 50,000 على بعضهم. 50 إيه و30 إيه؟ أنت بتتكلم عن إيه؟ جرى إيه يا ممدوح بيه؟ إحنا هنرجع نلف وندور تاني. خزنة شركة المجولات اللي أنت سرقتها ويسرية جابت لك المفاتيح مني، ولا لازم يعني أبلغ النيابة ويبقى الكلام قدامها؟ أنا لا أعرفك ولا اعرف حد اسمه يسريه ولا عمري شفتكوا قبل كده. انت الظاهر عليك غلطت بنمره الاوضه. الله 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 الله، ده احنا اتغيرنا قوي. اذا كنت فاكر ان حركه الفيش بتاعتك عدت عليا كده تبقى غلطان. انا هروح النيابه واخليهم ياخدوا بصماتك ويطبقوها على البصمه اللي جوه الخزنه. وبعدين معاك، انت هتخرج بالذوق ولا اداهم يطردوك؟ بلاوي ايه اللي بتتحدف على الواحد دي؟ ها؟ انا ماشي يا ممدوح بيه، بس عايز افهمك ان عندي 100 دليل عليك، واولهم يسرية هتشهد بكل حاجة. في حاجة يا ممدوح بيه؟ معاد الابر، لسه ما خدتش الابر. انا بقول يكون شافك لازم حس انك موجود، ولا تكون يسرية خوفته مني؟ ده اخر مرة هو اللي قال لي اديك 30,000 جنيه، والله العظيم 3 هو اللي قال لي. انت لسه هتقاوح؟ انا نومي من المشوار ده ما راحش على الارض. انا هدفعك ثمنه غالي وغالي قوي.